راسين كاري برشية في منبس ماري كانك تسوق برا كاري ضحكة ومعلومة في راسين كاري أمبيونس ديما مهبولة شيلة بلا شلة ملمومة علي صوت كلها هوني ثقافوت كشافة العنكبوت جوجل سيسمي بالموري قود والحساب تحت التوت كل سؤال جواب ومسوجل برشية في منبس ماري كانك تسوق برا كاري ضحكة ومعلومة في راسين كاري برشية في منبس ماري كانك تسوق برا كاري ضحكة ومعلومة في راسين كاري مرحبا بكم مستمعينا، هذه حلقة جديدة من راسين كاري. من الخمسة للسبعة راسين كاري سامي بن نور. مرحبا بكم، بداية أسبوع موافقة لكم الكل وين ما كنتوا. هذه راسين كاري على FM، شكرا لوفائكم لينا تسمعونا وتشوفونا على FM TV. مرحبا بكم وبتفاعلاتكم على الباج فيسبوك لباج FM. كالعادة جروب جديد في حلقة جديدة. رقم واحد عبد ستار عمامو، مسيكم بالخير. مرحبا، محلاه لما أول أسبوع تحس روحك ناشط، تحس روحك بديت للجمعة خاطر ساعات ناشط بون. أنا تحس روحي ناشط، أنا نحس روحي ناشط رغم إني نخدم سبت ولا حد، مع ذلك بداية الأسبوع الجمعة بديت من أول وجديد وإن شاء الله على كل حال عديو نهار وحصة باهية. شكرا عبد ستار. رقم اثنين يرجع لنا شادي عرفاوي بعد غياب طويل. شنو نكتب قصيدة على على ال على ما كنت تخدم في التورناج وتكتب على البعد عليكم يافام وراسين كاري توحشتكم برشا رومانسية برشا لا والله من كل قلبي يعني قطعة مني فهمتني راسين كاري إن شاء الله نعدي وأمسي حلوة ياسر مع بعضنا ونرجعك الجو والحنينية أنس سامي عبد ستار وزيد الولاد الأخرين فهمتني توحشتهم وإن شاء الله نعدي جمعة باهية مع بعضنا. يلا عرفتوا رقم ثلاثة هو أنس بن مالك. مرحبا ناس كل نسلم مع المستمعين كل نسلم عليك كل شدي توحشتك إن شاء الله بالتوفيق في الأعمال الرمضانية نتصور رمضانية في الرمضانية متاعك وكل عادة تتألق ومن حسن إلى أحسن وإن شاء الله رول يضرب كما للدو ولا لترول رول اللي عملت في العام الأخرى اللي معناتها فما برشا ممثلين يلتصقوا بشخصية برك شادلي كل شادلي تجم تسمي معناتها 100 اسم معناتها ما نعرفش أنا شو اسمه جغالي جب برنجة معناتها بارك الله مسيرة موافقة وإن شاء الله في معاك كأنه اسم يتنسي اسم خاطر فما صغار سيغتو بالنسبة لهم البوليس الجب دا شو دوكو جات برنجة نساو يعني عندي الصغار تاع العائلة خويا يا أخي هو بيدو معناها يراوه في الدور الثاني صعيبة راهي على الممثل ياسر صعيبة باش تنسي عباد بيرسوناج ضربة صغار سيغتو خاصة الكتيبة راهو كي تكتب بيرسوناج بالكدا وقتها وين تنجم تنسي الناس فينا في حكاية أخرى إن شاء الله ربي يوفقنا. أنا عندي حنين شخصية الجغالي كل حلقة نتاع شوف لي حل فيها الجغالي نحطها سيرتو فما عارك أنت وش اسمه الآخر احنا نقمعوا فيه كان مخليكش تتكلم جملة ربي شو اسمه الآخر اللي تعارك معاه جبت التذكير شبروش ولا حلقة هذيك عالمية الحلقة هذيك احنا نقمعوا فيك ديما اي ما نخليكش تكمل أفكارك تخيل شبروش وما نخليكش تكمل تحيتك وما نخليكش تكمل حتى شيء اي أنا أنس بن مالك ديما نقنعوه تحية لزملائنا الفنانين كل اللي قاعدين يخدموا مخرجين تحية للناس اللي تخدم باش انا تسعد الناس كل في رمضان سوس الجملة كلهم قاعدين يخدموا الارلا ايدك حديدك في ايدك حديدك يحبوا يوصلوا الاعمال نتاعهم في رمضان للناس وي. الكل تحياتنا توصل الناس اللي باش تقدم يا فاهم فوت رافيك. رجعنا في راسين كاري مرحبا بكم. هذا سؤالي الاول، لينوس بولينغ خلق اختصاص في الطب اللي هو النوع من انواع الطب البديل في السبعينات واليوم مثلا في فرنسا فما 22% من لي زادولت الكهول يلتجؤوا له في فرنسا يلتجؤوا لهذا الطب البديل او هذا بتتر نوع من انواع الطب البديل على شنو نحكي هو الواخذ بالابر لا هذاكم شنو مش صيني عاد هذاك صيني مش الميوباتيكا صيني نعرف مش الميوباتيكا الابر الصينيه معنى بالاعشاب هذاك الميوباتيك هكا هوميوباتيك كانك في وحده من الاختصاصات هو اكبر من هكايا اكبر من هكايا انت قريب عبد ستار يعني
الاستعمال نتاعو او طريقه التقديم نتاعو بالنسبه ليك كيفاش الهوميوباتيك يتقدم على في شكل حبوب دي جيلول مثلا حبوب. انت قريب شي تسمى معناها ماهوش للمداوات راهو لا لا هو للرعايه مع اكومبانيمون نجم تقول هي كيف اللي احاطه بالبدن معناها مش ما يمرضش بلوتو اي نجم اعتبر صحيح عم ستار مي بون قريب ياسر ياسر هما لي كومبليمون اليمونتير لي كومبليمون بدا التصنيع نتاع لي كومبليمون اليمونتير في السبعينات معناها مكملات غذائيه كان لينوس بولينغ اللي هو كيميائي عمل الكونسيبت نتاع الميديسين هذه أختو موليكولير اللي تسمى بالعربي الطب القائم على المعالجة بالتصحيح الجزيئي يعني جزيئي بالفيتامينات واللي يعتبر نوع من أنواع الطب البديل باش نقربوا من الناس وإحنا نحكيوا على ذايا معناها مع أزمة الكوفيد ذايا الطب بارشا ناس ينصحوهم باش أنهم مثلا للوقاية ياخذوا دي فيتامين فما مثلا دو ا ا زد ولا فيتامين دي ولا غيره و دونك هذوما لي جيلول هما دي كومبليمون اليمونتير بدا الاستعمال في الثمانينات في الولايات المتحده وقت اللي حلت اول شركه تصنع وقت الاكسي ليهم كان ليبر يعني متاح للناس الكل وما فما حتى قوانين تفرض لي دوز ما تدخلش شركة بيدها متاع اللي تعمل إضافية للحكاية أخرين ليه برشة شركات في الاختصاص هذا برشة, برشة شركات فماش أردونانس مثلا لا. ولكن بشوية بشوية زادوا الأبحاث وتحط إطار قانوني للاستهلاك متاع لي كومبليمون اليمونتير في سنة 1987 وبعد خرج الاستعمال لنطاق أوسع مشاو لأوروبا وبداوا ينتشروا حول العالم ولينا نحكيو على سوق فعلية متاع لي كومبليمون اليمونتير إلا بداية من 1991 لي كومبليمون اليمونتير هما المكملات الغذائيه اللي تعطاو كيما دي بيلول باش نكملوا الطاق ديال نقصتنا لي فيتامين لي مينيرو لي اسيد غرا ولا لي اسيد اميني يعني اي حاجه تستحق البدن لكن ما وفرهاش عن طريق ماكلته العاديه اليوم مثلا الفير كيما قلنا في فرنسا فما 22% من الكهول يلتجؤوا له وهذه ارقام 2021 وافيكاس سامي انا ريت فنانين برا في العالم يعني ما ياكلوش الماكلة نورمال يعني ياكلوا حاجات خفيف لكن بازي كل كومبليمون يستعملون زادا برشا الرياضيين اي فما المانيزيوم فما برشا برشا اي انت ما تلقاهاش في المأكولات نتاعنا مثلا تاكل برشا كونتيتي انا تقول لي خذ فيتامين سي دي كابسول هذوك فيهم 500 ولا علاش ما ناخذش كعبه بركتين انا خير يظهر لي اللي حسب ما فهمت حب نفهم انا مع طبيب اللي يقول لك مثلا توا نعرفوا اللي شو اسمه الحديد موجود برشا في الـ في الـ في, في العدس والحم والكبده اما يلزمك تاكل 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 6 كيلو عدس لا سيترو باش تاخذ معنى كونتيتي كبيره مش تجي قد الحربوشه هذيك اي قد الجلول هذيك اللي تعاونك بها معنى هي حتى مساله كونتيتي سي دي كومبليمون سي دي كومبليمون سا تومب بيان شاد لي خاطر اليوم كان باش تميع على الحكايه والله بالعكس تعطيك حاجه باهيه باش تحبها انت باش تحبها اليوم جورني مونديال دي كومبليمون دي كومبليمون دي كومبليمون هذا ان كومبليمون كومبليمون هذا كومبليمون علاش نخسروا بعضنا على اي واللي غير حاب نقول لك سي سامي محليك محلى مشتك يفضلك شكرا محلى صورتك ويعجب تعجبني يعجبني اخليك والجواب اللي خليك لا لا اليوم جورني انترناسيونال دي كومبليمون كومبليمون مش كومبليمون دونك انت شاد اللي كيف كيف عندي انا شكرا زايده فيك شطر شكرا لتفاعل المستمعين معنا خاطر برشا ناس يقول لك شنو هل يعطيو مثلا دي يحكيو على الكومبليمون لا على الكومبليمون يقول لك فاطمه تقول انه ان كومبليمون اليمونتير منتج ايلو يعني منتج 2019 عندنا ان كومبليمون اليمونتير وعديد يعني يقول لك فادية لي زورانج سي با توجور لا سيزون على ذاك فيتامين سي مش ديما متاح شكرا لتفاعلكم معنا عندنا في القارص الصيف عندنا الصيفي عندنا البركدان الصيفي اما يقعد باقي مسألة اللي نعرفه انا على الاقل هم الدوزاج كونتيتي وما كتب لنا حد على الكومبليمون لا ولا تو فيقو يظهر لي ساعات الطب يقول لك البدن يستانس بالهدوم اللي كومبليمون فهمتي نتاع تقول انت يمشي للسورس الاصل خير صحيح
صحيح بيان سور ديما نقول لك ولدك ناقص فير وكلوا العدس والكبده ودرا شنو خير ما نعطيك سيرو فيه يعني فير يقول لك خلي ياكل هو خير من حكايه كيما حتى اضافه. يلا هذا لاعب كرة قدم في الباركور بروفيسيونيل نتاعو لعب مع فرانكفورت بروسيا دورتموند فرانكفورت مرة أخرى اليوفي شالك صفر أربعة ولعب مع المنتخب نتاع بلادو بيان سور شو ألماني. هو ألماني ولا مدرب وبعد عمل ماتايس لا ربح الكوب دو موند 90 وبطولة أمم أوروبا فولر 1996 أوليفير بيروف من مواليد 1967 67 الشهرة نتاعو جي لأنه مسجل برشا أهداف في مسيرته الكروية ميروسلاف كلوزا وزيد بسبب السرعة نتاعو وذاك علاش يلقب ب هاي كلينسمان ليه كلينسمان مع الانتر يوفي لعب مع اليوفي من هو؟ سي ان اتاكون معناتها سي ان اتاكون لعب عام 90 ان ميليو اوفنسيف ولعب 90 فولر وماتايس وفما واحد اخر معاه ليه فضل الغيير حد الله بيني وبينه في بالي وليت هكا نص عليا اي ماتايس هو هكا ماتايس مع الانتر اي على الوسط بريم واندرياس بريم مع الانتر هل وصلنا للسؤال التعجيزي لانس لا مش تعجيز هذا ولا تصورتك تجاوب عليه تتفكر ضايع عليك عنده سيغنو يظل خاطر قال لقب حكم لقب تربو تربو تحياتنا لصديقنا بديع بن جمعة لعب في الفينال كان ضيف هذا الشهر لعب في الفينال ولا ذا اللي بناخذ ربح كوب دو موند كان موجود من على مع الجروب اي فما شكون جاوب عليه محمد برافو هو اندرياس مولر اندرياس مولر وانا فولر مشيت فولر اندرياس مولر برافو محمد جاوب على بروسيا اي ولد البروسيا كلهم يعني بخلاف لا نسيت اني لعب في اليوفي قعدت نسان ما لعبش برشا في اليوفي قعدت نسان مركز لعب في اليوفي هاي لمن هذه الكلمات لمن هذا الجمال لأنك كنت وما زلت طفلا ستبقى مدى الدهر شاعرة وتبقى مدى العمر ثائرة وتبقى مغامرة وتبقى فراشا شرودا أو فراشا شرودا يمس الشذا من شفاه الورود ويحسب أن الوجود مدى العمر حقلا يزاحم حقلا حليم الرومي لأنك كنت وما زلت طفلا جديد. ستبقى مدى الدهر شاعرة مواليد 1932 قراف في الزيتونة هو نور الدين سمود البارح عملوا معاه حلقة حلوة سعيدة قهوة عربي حلوة مع إنساف صديقتنا قراف في الزيتونة حتى للبكالوريا وبعد واصل تعليمه في جامعة القاهرة خذ الإجازة في الأداب من الجامعة اللبنانية 59 دكتوراه دولة 91 أهم المفكرين والشعراء التونسيين عنده دواوين شعرية رحلة في العبير صمود نور على نور من أشعار الأطفال طيور وزهور حديقة الحيوان من مؤلفاته العروض المختصر دراسات في نقد الشعر زخارف عربية وغيره خذا في مسيرته برشا جوائز على المستوى المحلي والعربي زادة والأبيات اللي خذناها من قصيد الطفل الخالد سي نور الدين ربي فضله لأنك لم تعرف الحب قبلي هو يكتب العمودي يكتب العمودي يكتب الحر كيف أما هو أكثر خدمته على العمودي وقارب عروض وزيتوني مكتعف زيتوني ربي فضله ساعة خطى برشا ناس معناه معي تشراوه عايش في قليبي على رفو شيء في داره في قليبي محاط ببنيات ربي فضلهم ليه معناه تبارك الله ريتو مليش برشا وقت الحظر في الأحد انتع الأربعينية انتع سيدة نعمة سجلنا معاه معنا كلمات ياسر كانت حلوة عليها قالهم حلوة عليها لكن هو محلاه في البيت تفكر توا وقت رجع مهرجان قليبيا في البرج في البرج الأثري بنته اللي هي المديرة بتاع المهرجان طلبت مني أني نقدم نعمل قبل نهارة الافتتاح أنا نعمل تقديم للقصر بشيت فكان حاضر هو رغم الكبار نتاع كان حاضر وهذا يشرف معناه انه يجيك كبر بيك وشي هذا من ناحيه اخلاقه السامية ربي فضله واحد من ليزيكون شمت على روحي خاطر برانسيب لحظه انس جوست فما اليرت بالنسبه لايناس ونرجع لك يلا اليرت انفو مع سامي بن نور
لقد قطعت الحديث عنك فماذا كنت ستقول؟ اي حشمت على روحي خاطر علي كاري نطلعوا سي نور الدين في مهرجان قليبه كيف كيف وقت عرض مسرحيه ولد شكون هو غادي انا من الاول عرفته قعدت نتعقل عليه قلت له انت سي نور الدين قال لي لو قعدت نحكي بعد قال لي انت ايش تعمل قلت له انا راني كتبت المسرحيه قال لي من احسن ما ريت في حياتي الور لا ريت شهادة. في التورنيك لا في التورنيك فوالا في التورنيك كامله ديما نقول ليه ما فهمتش عليه مش القصه كي عبد يقول لي حاجه نقول له ليه اي صحيح شهاده شهاده احسن معناتها مراجعات احسن فوالا البسيكولوج اللي حكيت لك عليها قالت لي ما عادش قول ليه قول وي مي تحياتي ليها اي نوجه لها التحيه ونبعث لها بوسه كبيره دونك قال لي من احسن ما ريت في حياتي قال لي نص رائع دونك اكثر حاجه اكثر تيمونياج نص جميله رائعه يعني اللي حملت الناس جميله هذيك ما نبارل بلو يا ما الشهاده نتاعو لليوم معناتها قالت لي احسن تيمونياج مشرف خاصه من رجل يعني تعرف انا لاحظت عليه انه حتى كيمشي ينقد مثلا عنده طريقه يعني سي سوبتيل قاعد مانيش نصوره وقت نحكي وهكايا انا تنظن لاولادي حضروا الكاميرا وكل شيء عاد قلت انا كلمه بالعربيه الفصيحه لكن غلطت فيها معنى قلتها بالغلط الى غبخي ما قاليش انا غلطت الى غبخي الجمله عاود الى غبخي الجمله قالها بطريقه سليمه وغزر لي وفهم اللي انا المساج مساج غصوي معناتها فهمته معناتها مش فريمون فينا كبيره ربي يفضله ان شاء الله ربي يفضله اي شنو هي القناه اللي بداوا يبنيوا فيها منذ 1882 خذيت اكثر من تقريبا عندك 18 حتى 1914 18 و 14 يجيو 32 سنه بنما هي قناه بنما مش سويس بنما قناه بحريه طولها 77 كيلومتر تتعدى من برزخ بنما في الامريك سنترال تربط ما بين المحيط الهادي ولوسيان اتلانتيك المشروع يعتبر الاكثر تعقيدا من نوعه وتكلفة وتاثير نتاعو على الكوميرس معناها البحري معتبر على خاطر قبل السفن كان لازمهم يتعداو من الكاب هورن اللي هي اخر بقعه من الجزء الجنوبي لامريكا الجنوبيه اليوم بفضل القناه هذه نلقاو انه الباتو اللي ماشي من نيويورك لسان فرانسيسكو يختصر الثنيه لاكثر من نص يعمل كان 9500 كيلومتر في بقعه 22000 كيلومتر من الثنيه القديمه الفكره نتاع القناه قديمه برشا ترجع للقرن السابع عشر لكنها ما بدات تطبق كان في 1882 وفات الاشغال 1914 اما الكونستركسيون تاع القناه تسبب في برشا امراض للعملاء كيما الملاريا والفيفر جون الحمى الصفراء وتوفوا اكثر من 5600 عامل في اول خمسة سنين من البناء نتاع القناه هذه هي من 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 اصعب القنوات اللي تعملت على خطر المكان نتاعها صعيب زاد صعيب خايب برشا معناها جغرافيا خايب معناها صعيب وزيد المستنقعات اللي فيها بحذاها فيها برشا مستنقعات وفيها كيما الاسانسور هذاك اللي يطلع في المين هي صار لها توسعه يا اما اللي نحب نقوله المعلومه الاضافيه انه مش الامريكان اللي بنوا اللي بداوا اللي بداوا اللي خذاهم من الاول هو احنا ما قلناش هم الامريكان لا هم الامريكان اللي بناوا احنا قلنا اي ما نعرفش قلت ولا ليه يا ما لا ما قلتش ما قلتش يا ما الامريكان هذا زاد البسيكولوج نتاعك قلها يعني انا ساعات في ريبونس واش موجود الريبونس الامريكيين الريبونس هو في البديهي تمشي ديريكت الامريكان هو اللي بداوا المشروع واللي بداوا يخدموا فيه هم الفرنسيس خذيت اللي كانوا عندهم شركة لا ما كاينش ما هما شركة فرنساوية اللي صار وأنه العمال اللي عندهم يموتوا بالأمراض الاستوائية غادي للناموس والملاريا وكل شيء دونك وكان فشل ذريع وخسروا فيها برشا فلوس والمشروع اي تي أبوندوني من بعد خذوه الأمريكان وقعدوا برشا باش يدوه اليوم على التقنية الجديدة حفروا قناة ثانية راهو فهمتني خاطر فما قناة الأصلية القديمة واليوم عملوا قناة ثانية اللي تدخل برشا فلوس قاعدة البنما أنا برشا حاجة تدخل فلوس البنما زادا برشا حاجة برشا فلوس خير زادا 100 سنة راهو قعدت عند الأمريكان 100 سنة 100 سنة لا أنا نقعد بيت في عجائب تعتبر عجائب يعني خاصة في حفر العقل البشري ومدى تحدي المجهود نتاع العمال للطبيعة 5000 عامل مشي يعني شوف الرأسمالية الفاحشة كيفاش يعني تستغل استغلال أنا بالنسبة لي
معينه راه مساكن يموتوا في عمل كيما قناه السويس راهو ماتوا فيها برشا 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 في عديد المشاريع الكبيره واللي تتفجر عليه المينا وكذا باش يتعمل حاجه عملاقه كيما كيكا ولا السدود اللي عندنا السدود اللي موجوده ونعمل السدود نتاع ملاق وكذا كي تشوف صرح كبير تقول بنا ايادي تخدم ماذا بيادي توانسه بشركات بمعامل كذا لكن فهمتني يموتوا ناس يموتوا ناس باش تتشيد حاجات باش تترويع يعني من الماء ولا بالواحد مفيد تقول لا تيغ ولات معناها فقيره بالاوليغو اليمون اللي هو اوليغو اليمون دوبوي 1936 على ذاك لي كومبليمون اليمونتير دوفيان اكثر نيسيسير معناها في الحياه البشريه شكرا لتفاعلكم فما اختراع جد فكرته مش انه تمنع حد مش انه يسرق لك حاجة لا فكرة لا الاختراع للاغمة لا تمنع مش انك حد يسرق لك حاجة حد يخدم معاك يسرق لك حاجة كاميرا لا بيوس بيوس هي مصحف باش يحلف عليه لا بيوس بيوس مصحف ما اخترعوش الانسان جاي من عند ربي لا ما هو الاختراع هذا هو انسان اختراع هذا بيوس 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 لا هاي عقيده قديمه وقتاش فانا فتره انا فتره مثلا فما تليفونات قصتها ترجع بينا ل 1879 تمام بعيده اي اخترعها جيمس ريتي ايه ها السيد هذا كان عنده صالون وكان فريكونتي بالكدا من شخصيات مهمه في الولايات المتحده الامريكيه تفطن في نهار من النهارات انه ثم شكون من يخدم معاه يسرقوا فيه تعمل شعمل عمل اله معنى صنع اله هي اله موجوده لليوم اتطورت وليت معناها فريمون حاجه سوفيستيكي اما وقت السيد هذا جيمس كانت البدايات 1870 معناها اه 1870 الوحده الكاسه اه هي الكاسه لانريجستروز اه ولا ما فادي قالت لي كادنا لا ماهيش كادنا لا يكسروها خايف دونك من هنا صنع كاسه كما سماها هو تعتبر اول كاسه انرجستروت في التاريخ بعد بسنوات قرر ريتي انه يبيع الاختيار نتاعو ل جاكوب اتش اكرت اللي اسس اول شركه في الدنيا تختص ببيع لي كاس انرجستروز يعني ولا جهاز تجاري الشركه اسمها ناشونال مانيفاكتشرينج كومباني وبعد في 1906 طورها المخترع كيترينج ردها الكترونيك ها وصغر في الحجم نتاعها مازلنا بتقدر نحكيو اليوم على الكاس نوميريك كان في سنه 1970 واليوم الكاسه معناها ولات تكتيل ولات فيها ديجيتال خساره احنا معناها فما قانون وقتها اقترح ولكنه لم ينفذ اللي هو لا كونيكسيون ما بين الكاسه لا مازال لا كاسه انرجستروز بوزارة المالية ستادير كو مثلا القهوة مثلا نعطيك مثال ولا متجر يقول لك يديكلاري 200 ألف في النهار وهو يصور في 7 ملايين في النهار ما نجمش يفلت منك حاجة أخرى فما برشا كانوا معارضين لهذا لا مش عليك إيش نقول لك مثلا اليوم في تونس عندنا اقتصاد الراعي من الحاجات نتاع الاقتصاد الراعي هو الرخص إيش معناتها تلقى عبستار عنده رخص الدخان وشاد اللي ما عندوش علاش عبد الستار عنده رخص دخان وشي اللي ما تعرفش عليه ما تعرفش خاطر حباب خاطر حاسيلو عندوش كتاف عنده نجمه وزاره الماليه تشرط اللي يحب يبيع مثلا الدخان قمك قمرك هو السيد اللي عنده الكاسه هذ ما عندكش عيش الكاسه معاه رخصه وكاسه ما عندكش ما تاخوش ما عندكش ما فماش هذه رخصه ليه كي تشارج تحب قمرك دخان عندك الكاسه اللي علاش ما تعملش هذا على خاطر انت بلاد بلاش مالي تشبيك حاكم فين نذكر انه وقتها الله يرحمه كان وزير الماليه اللي كان بعد وزير الصحه زاده نعمان فهري هو لا مش نعمان فهري صباحني شكون اللي كان وزير صحه وتوفى ديلي جيزي لا بعد الثوره ولد عمناوي اللي مات في الباركور هذاك مات في نابل في يجري يا الله يرحمه سليم شاكر سليم شاكر سليم شاكر رجل طيب يعني كان من الاقتراحات
واليوم المشروع انا شخصيا مشيت شفت المشروع هذايا اللي هما عملوه ناس توانسة معمول بالكدا منظم يعني لكن عمره ما دخل حيث التحدي رخصه ما فهمش رخصه عندك كاس ومجستراس تبيع اللي تحب وتبيع الكحول يا اخوي القانون ما عندكش ما تبيعش القانون اصدر في الرائد الرسمي ولم يفعل لانها بلد بلا مال خاطر يلزم غادي يتضرب صديقي حسين على المعلومات لا الكاسه قل اي قبل كانت خلت تعلموا كيف اللي كان بالمانيفاله اي كانت عندكم وحده عندنا وحده كانت عندكم وحده بالمانيفال عندنا وحده موجوده اليوم تو انا حطيت عليها واش تبيع بها سام ليه يا ماما واحد ميكانيك باش يتحلق جر لازم تعمل يدك تبيع فيهم بالكيسيونات كل كيسيون يعمل دوره ضربه لا وقتها بابا كان على ما تجيبهاش قايدنا بالريكورد ما يحبش يمشي الجديد دونك محافظ على ذيك يقول لك هذيك نحبها لونها ميتاغ البركه بدا يكون الثروه نتاعو من هذيك البركه الحمد لله كل شيء عامله يتبارك بها يتبارك بها يتبارك يستبرك بها ماهيش فما مثلا عبيد تبارك الله مثلا في قطاعات مطبيب ولا محامي تقول له مثلا انت عليه بدش الطوموبيل الفلانيه ولا البيرو الفلاني يقول لك هذايا البيرو هذا ولا الكابين هذه ملي دخلت استبخت بيه باهي خلي انس يعبر سايب هاشتاج سايب انس برافو شكون هذا؟ عندي عملت له انا يا خيي يخرجوا مظاهرات سايب انس رد بالك رد بالك في التباعد سايب الليل وسايب انس باهي شكون مثلا ما عاش في هو صغير سيرتو هو صغير سرق حاجه من مكازان من 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 بقعه هو صغير معناها هزه من غير ما يشعر سرق اي منكم انتم منكم انتم اي معناها لا انا ما شاد لي نصورك انا كنت سرقت في الجو هذا من بورتغال من دار جيري ليه انا كنا نقراو في مونفليري ولا وين انا ما كنتش نسرق بورتغال اي انا سرقت بورتغال مش نايم نتاع دار جيري جنينه اللي العرف اللي خارج على الشارع خاصه الليم فما دار اي العرف اللي خارج على الشارع اذا كان خارج على الشارع ماذا يعيش في المدينه الفاضله لعب هنا درس مش من بريك الورقه العرف خارج على السور ماهيش سرقه خارج يعني الطريق العام انا خارج على خارج واعلى مني في الفقه هكاك لازم يقصوها مع الحيط خويا ليم هو مش بورغين ذكرتها في فك الفيليت تاع ديار مونفلوري وعطش والدنيا وكذا خارج على على على, على الواحد لكن اعلى مني عملت اربع حجرات ونقصت وجبت اربع كعبات وكليتهم خارج على الشارع على العموم والقشور نفخته في الماء وشربته ولكن انا ضد انت ما هزيتش لا ما هزيتش انت تجي في البنان وقتها مستورد من الخارج ولا اناناس ولا اناناس شفناه في هكا في السكادو اناناس انا نخاف والمانجا المانجا انا لا لليوم لا يا ماما اسمعني يجيه المانجا من جزر القمور خويا ونواد كوكو ويجي كرواسون والحوز سخون باريس يبدا ياكل ما ياكلش من لا ماما ذكرها قلت لك مره في مساحه تجاريه كبرى مع ولد الحومه دخلنا ثم راني تبع شوكولاته اي ما الا ما الاولاد هزوا سرقوا دامه ولا جود لوا فهمت طبعا بيان سور راهو ضدنا احنا ذي الكل نحكيو فيه اللي كل الناس عيب عيب ومش باهي حتى صغار ما انا ما تفجعت بارك انا ما فطنت الا ما خارجين قال لي مشي اللي خذاها مشي خلصها قلت لها صح عليه شو كيفاه معناتها خرج وما فماش والارم وقتها ما شغلتش راهو كي خرجت للشارع وجهي بهذلت ما نعرفش نعمل انا ما اي انا ما ديجا مش مشارك في الواحد واليوم نحس بالذنب عليها الحكايه عندها جي 35 سنه فهمتني حكم انت زاد رجل قانون وتاع غشير وقتها حكم السرقه كما اللي يسرق خبزه كما اللي يسرق مليار قانونيا هذا هو شنو كي تسرق حاجه من مكازان مره حضرت في المحكمه موصوفه تسمى اي مره حضرت في محكمه وواحد متعدي على سرقه شو سرق تفاحه ليه يا ليك شراء بشيل كيف كيف مساحه تجاريه كبرى شراء قضيه بايش 80 دينار وفحات في مكتوبه نتاع الكبوت ولا بيشت شوكولاته لا بسكويت ايوه ب 800 نساها ينجم اغلب وانه نساها تصور انت واقف ومتمرمد واقف قدام محكمه ومعبيه
على 800 على معناتها المساحه التجاريه ايش كاتب على 800 فرنك. اي ما سامحني زاد حد الفضاء التجاري زاد لازم يثبت في الحكايه ذي معناها يعني شيء حق مع 80 دينار اي هذيا معناتها سما ماركي الحكايه تصورش انه بلي حكموا عليه حكموا عليه حكموا عليه اثر الجلسه ما نعرفش عادش حكموا عليه. باهي شنو تعمل نهار السبت في المازاسي تشرب في قهوه في الصباح؟ على السبت الفات ديما نشرب قهوه ديما تشرب قهوه انت شكون قال لك هكا عندي عيونه عيونه مفتوحه معلوماتي بارتو بابارازي ما لاهين بيك صح لا انا خاتين ولا لا لاهين بيك اليوم وين عملت قهوه الصباح؟ تحياتنا لزميلتنا مريم حسان من وزاره الشؤون الاجتماعيه تشهد بريس مريم واللي هي متعاونه برشا هي اللي راتك قالت لي انا نشرب قهوه معلومه في بليك انت بيان سور برشا يعرفوه كمان تحيه لصديقي سعيد مش صعب صاحبي سعيد صاحب المقهى ما عنده وين يتحرك الناس يعرفوه الناس ليه كلهم انت صاحب الشيد اللي صاحب الشيد ليه انا اصحاب انا تولدت في 1933 وتوفي البارح يعني ربي وين هز السؤال هذا نتاع السرقه؟ انا اعطيتك الجواب شنو هو جواب؟ سالت مش اعطيت الجواب شنو هي السؤال؟ هاو راني حكيت لك لاكيس انغيستروز شنو هو؟ ما طلعت عطيتك الجواب الكل ما هوش وقتات نمريك بعد مشيت قلت لنا انتم كنتوا صغار شكون السرقة عنده علاقه بالكاس في بالي حكايه اخرى هاي الممثل يوسف شعبان توفي البارح الله يرحمه دونك من مواليد 1933 شنو هي الفيلم اللي يعترض عبد الحليم على وجود يوسف شعبان فيه؟ معبودة الجماهير هو معبودة كان وسيم جدا فكروا خاطر كان صغير كان وسيم جدا محمود شعبان يوسف شعبان من اهم الممثلين في مصر قدم في مسيرته الكل برشا شخصيات من اهم ادواره حسن ممتاز في مسلسل رأفة الهجان وسيد الدغري في عيلة الدغري سرحان البحيري في ميرامار الفيلم هذايا باغمي لي زيكون تاع السينما المصري وسلامه في المال والبنون كان كي كان صغير كان يوسف شعبان يحب يقرا في كليه الفنون جميله على خاطره كان مغروم بالرسم وعائلته رفضت في الاخر التحق بكليه الحقوق وبعد 3 سنين سحب اوراقه وما ولاش زميل انس وتبع غرامه والتحق بمعهد الفنون المسرحيه وتخرج منه 62 بدا في السينما مع فيلم في بيتنا رجل 1961 وعنده اكثر من 110 فيلم شارك في فيلم معبود الجماهير عفوا كان وجوده سبب مشكله كبيره ما بين شاديه وعبد الحليم حافظ العندليب كان مش مقتنع بيوسف شعبان وشاديه كان يعجبها أداءه كبرت المشكله ما بين شاديه وعبد الحليم وصلت انها هدت بالانسحاب من الفيلم اذا كان ما يتمش التعاقد مع يوسف شعبان وصلوا الاطراف الكل في الاخر تلموا في دار عبد الحليم باش يحلوا المشكل وديا في الاخر وافق العندليب على مشاركه يوسف شعبان في بطوله الفيلم ووقته من الوقت ولا اصدقاء هو جان وقته هو يقول غير منه هو يقول غير منه وخاطر كان جميل برشا ووسيم وحتى كبير وتبارك مسخ مسخ مكابر هو تعرف اللي متزوج حفيد الملك حفيد فاروق. الملك اي معنى حافي ويقولوا ان عرفها لقيت طريقه اي لا نعرف من العائله عادي جلال تقدرها كان متزوج ويقول هو يقول انه عرفوا بعضهم من غير ما يعرفها اللي هي حفيد الملك معناها عجبوا بعضهم انا عرفتكم من غير ما نعرف على دليل على وسامته يقولها ويقولها فخر بكل فخر اي معناها صاحبه كذاك يعرفها باميره انسحب معناها قال انا ما نجمش نصدم على جبل القدوم اميره وكذا فك عليا بعد ايش كتب المكتوب وتزوجوا عنده منها بنيه وي شو اسمها سموها؟ والله نسيت اسمها شكرا تزوج واحد هو لا تزوج مره اخرى ثلاث مرات شكرا لتفاعلكم معنا فاطمه تقول حتى شرعا بالنسبه للحاجات اللي تسرقوا اللي على برا حلال ماهوش سرقه زينه تقول لك بربي الساحره جعفر ماجد يعني كان القهوه تنعديوها بعد شويه في عفوا 6:30 هو كذلك عنده زوز اغنيات للسيده نعمه الدينيه معناها صلوا على خير الورى رمز الهدى محل طير فوق غصن او شذا ويقول لي اعطيتها الاغنيه الاولانيه ما اعطيتهاش معناها لحنت وسجلتها قالوا هي جات شاورتني كي سمعتها قال اعجبت بها كتبت لها الثانيه
دينيه زاد كيف كيف على زمت على قياس باش تغني على ما اعجب بادائها بادائها. سناء تقول كي تبدا الشجره معناها خارج اسكو كي معناها يتسمى حلال عليه اللي تيح في العرف هذاك في القانون لا في القانون لا لا في القانون لا اما في الشرع في الشرع خارج خارج لانه هو داير في الشرع هذيك هذيك ضرر انا نجم نمشي أي العرف يدخل في عيني أي شكون يتحمل المسؤوليه حتى في القانون انا ايمان ضرر ايمان تسلم عليك عبد الستار وسعاد تقول لك انا سرقت البوسع وسناء تقول انا بيدي نحيت البرتقال لكن طلع أرنج في الاخر وعملته تري عملته معجون معجون جيب رابط رامي من قسطنطينه يسلم عليكم وعابله كوثر زاد تسلم عليكم واحد واحد ريت قديش الكورونا قضات على فنانين مساروة ممثلين رجاء جداوي هادي جيار يوسف شعبان ضربة في مصر الله يرحمهم يلا إيناس خلينا تستنى في فما فوترافيك شلفي باور لو كاربورون حسين كاري مازالوا درجين على الستة درجين لعب انت وين حسيت وين ما والله يقي قال درجين كل شاطني ولا هو يقول درجين وانا يركبني الدروج وين ما كنتوا نحييكم مستمعينا ومشاهدينا على اي اف ام تي في. سؤال يقول شنو كانوا يعملوا في البندقية فينيز قبل ما يوليوا يلبسوا الأقنعة المعروفين لماسك دو فينيز ماسك دو فينيز اللي هما لي ماسك دو كوميديا دلارتي اي دو كوميديا دلارتي وانواع هما فما بوليشينيل فما بانتالوني فما دوتوري فما برشا يعني انواع فما شخصيات من 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 المسرح الكلاسيكي الايطالي اللي خرج على الكنيسة خرج على الكنيسة ومشى المسرح كانت مسيطرة عليه الكنيسة كان في الميديفال في القرون الوسطى خرج للشارع ولا في الساحات العامة وياسر يعني كانت حتى الجارغون ياسر سوقي باش يتجاوزوا توسكي لاهوتي وديني وانضباط وكذا ولكن يعني كوميديا دلارتي تعتبر تيار مسرحي عنده يعني عنده ديسبلين تاعو ضوابط وعنده ضوابط علميه وفنيه برافو شادلي دونك شنو كانوا يعملوا قبل الاقنعه هذه كانوا يدهنوا كانوا كيف يعملوا يدهنوا بمكياج ولا نعرف انه يعرفوا يحطوا ايه ابار لي تاتواج فارينا فارينا لا 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 بودر دو ري لا يعملوا يصوروا على وجوههم هذه واحده لي تاتواج اثنين والثالثه يصوروا على وجوههم تاتواج يلبسوا حاجه كلسيت يلبسوا لا زيرو الكلاس بوك فما الماسك الماسك وين تقبل الكلاس جلود الحيوانات هو راهو اصله من الجلد الماسك هذا خاطر تكون من الجلد اليوم من اشهر لي زكسسوار في العالم هما لي ماسك دو فينيز فينيز المدينة الساحرة مدينة المحبين والعشاق والمدينة اللي هي السياحية بامتياز كوميرسيال شوي أكثر من 30 مليون سائح في السنة عندي واحدة صاحبتي 30 10 سنين في إيطاليا وعمرها مشت لفينيس كل لطف مسكين تحية الفرح والله حكاية أي فرح في بالي حكاية لي ماسك هذوما قدم برشا قبل ما يتوجدوا لي ماسك كانوا اصلا سكان فينيس من عاداتهم انهم يخبيوا وجوههم بالمواد المتوفره وقتها وكان فما اللي يعمل كاريمون تاتواج وما اللي يصور فما اللي يلبسوا الجلد بتاع الحيوان وراء الفكره تاع اخفاء الوجه والتنكر الديكيزمون انهم يهربوا من الواقع نتاعهم ومن القانون والقيود اللي تتفرض عليهم وحتى من المبادئ والعادات اللي تتفرض دونك يغطيوا وجوههم باش يتخلوا على القيود هذيا ويقوموا بتجاوزات ما بين ظفرين بشوية بشوية تطورت الدنيا ولقاو البديل متاع الجلود والرسم والوشم وهما لي ماسك اليوم سامبول متاع البندقية اللي زادوا معناها يتلبسوا في الكرنفال والاحتفالات متاعهم كرنفال دو فينيز اللي كان اللي تانولي عم ناول وسنة زادة بشوية بشوية تبدل المعنى ولا القناع يستفيلوا به مثلا الفلاح يلبسوه باش يتمناو موسم فلاحي باهي بالنسبه لفئه اخرى من الناس الماسك عنده معنى ديني وروحاني اكثر فما فئه اخرى من الناس يعتمدوا الماسك هذا كرمز للحرب والقوه والجبروت بيان سور كي اللي يعرف فينيز يمشي في اللونهج الكل تلقى لي ماسك تباعوا بارتو فما بعض ليزارتيزون ليزارتيزون تلين اللي هما مازالوا محافظين ويعملوا الماسك على ما فما
ميدين شاينا لا ما راهو يوصل حتى ل 3000 يورو راهو ماهوش. لا فما حاجات اندستريال ما ماهيش شينواز. اي ماهيش شينواز لا ما ينجموش يعملوش. وفما حاجات وفما حاجات خاطر فيه دي مثلا نحكي على الماسك كوميدا دلارتي فيه دي تري في الوجه هي تعطي الشخصيه. خاطر الانرجي هذيك كي تحطها في وجهك تعطيك انرجي تعكس لك هو ليماجي راهو ليماجي ماسك لو فري ماسك لو فري ماسك ما يتشد زيادة من خشمه راهو خاطر الخشم هو اللي 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 انت تحكي على الماسك كوميديا دلار هو الخشم هو اللي يعطيك الهويه نتاع الماسك شنو اللي خشمه طويل دوتوري اللي خشمه اقل بوليشينيل اللي يبدا صغير هكا. قداش من مره لبست ماسك؟ انا هذا الماسك هذا سؤال فضفاض انا وحدك معايا الاقنعه الاجتماعيه معايا الاقنعه تنجم في الدنيا لازمك تتعامل اكثر فيا على طبيعتي اكثر من هكا عاد اكثر من هكا عدم يا اخوي فهمتني اما رانا صادقين نحن حتى الاقنعه هذيك جوست باش يظلي حتى كان يتصور روحه الواحد ما لبس الماسك يلبس الماسك يوتوبليجي يحكي عليه فما ظروف فما الدنيا اما حاجه تنرفز انت اللي تسميه ماخذه بالخاطر ساعات هي ماخذه بالخاطر ماخذه لخاطرك اللي تحملها في دحفي كما يقولوا يحملها في بدنه واحد يعمل روحه ما فطنش هذاك الكل سني باسك معناتها الاقنعه الاجتماعي يحكي عليها في علم الاجتماع ماهيش حاجه بتاتر خايبه لدرجه ما كي تخلط انت درجه معينه وانت كي تدخل للدار مجامله تقول انت اللي انت في راسين كاري مش معناتها تتبدل انت مش نفس ومش نفس مش نفس الواحد وحتى في الدار ما تتصرفش في الدار ولا في الخدمه ولا في القرايه ولا في الحمام حاجه اخرى تولي والله ساعات كل واحد كيفاش يجي لهوني نقول كيفاش نعديها ليميسيون انت في اي علاقه في اذنك كي نعمل ليميسيون نتبدل نبدا معناتها ساعات يجي واحد دام خايب يجي هوني كي يتحل الميكرو ويقول مناشده البرنامج يذكره بالخير انس بن مالك ننسى كل شيء تولي انس بن مالك نتاع غاسين كاري ندخل تقول معناتها يقولوا لي هكا ساعات مثلا فما عباد يعرفوا اني انا مانيش مانيش يقولوا لي هيك لاباس عليك تاك شيء صارت لي تجربه مع المنس سيمي بالنور ربي يذكره بالخير دقيت عليه شفت ويفضلوا حي هو هبط عليه البولار قال لي جو سوي تري فاتيكي شاد لي دخلنا ليميسيون والله وجهه هكا تاعو انرجي درش عملنا هكا ولا انرجي ويا انرجي اخرى سي بيان هذاك الماسك هذاك هذاك نوع من الماسك خاطر واحد لا سي 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 سيمي سي بون شنو هو الجدوى من السؤال الصحفي جوست حبيت نذكر اللي الماسك معناها فيني صحيح تميزت به ما يبدو انه ميراث روماني روماني اغريقي لي روما اللي غريق كانوا يستعملوا الماسك في الميم المسرحيات اللي هما غير صوت حركاتك هاو يزم ماسك مش يوري شكونه الشخصيه شكوني اللي قاعده تخدم يندرى حزينه ولا فرحانه ولا اللي هو شكرا ابراهيم هيام ابراهيم يقول لي ان شاء الله بننطق صحيح يقول لك يشكرنا يعني كراسين كاري شكرا ليك يقول انا اسمع فيكم منذ 5 سنوات في ليبيا مرحبا في الشتاء قال لك في الصيف الراديو ما عرفش علاش في الشتاء نلجأ للنت نحبكم هلبة شكرا ليك هلبة يعني برشا شكرا للشعب الليبي شكرا بلال يقول لي انا شاركت معاكم في لعبه ازور سيتي كيفاش ناخذ الكادو نتاعي طيب اتصلوا بيك الانتاج يقولوا لك كيفاش تاخذ الكادو نتاعك يا بلال شكرا ليك نحب نوجه تحيه لزميلي مهدي برادي اللي هو يحتفل اليوم بعيد ميلاده كل عام وهو حي تبارك الله مهدي توا كبر اي ولا 14 سنة عمره هكا في بالي 21 وعنده اولاد الوالد ربي يشفي له الوالد امين يا رب شكرا لكم يلا نرجع لكم في ساعتنا الثانية بعد الميتيو والاخبار واخبار